اهلا حبيباتي معايا اليوم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد شويه غريب. لو تلاحظوا هنا عندي ميك اب، فاليوم ابن الزوج ديالي غادي يحط لي الميك اب توتوريال. الله يستر كيفاش غادي يطلع هذا الميك اب. ونبداو ان شاء الله. الله يحميك. اول شيء غادي يرطب لابو. انا استخدم هذا من البادي شوب، هذا اول شيء كلاسيسون، يعني يفتح لون البشره وفي نفس الوقت مرطب. ها تي هكذا. خبزه، حسيت براسي بحال شي بطبوط. عقب بحط فريش نادي فاونديشن. فاونديشن هذا هو الفاونديشن اللي استخدم من البادي شوب. انت تصبر جدا. اوكي عيبتني على حركة الطبطبة. كروم تستخدم واحدة من هاي طبطبة. هاد سبونج البلاندر حتى يدخل الميك اب. اوكي داتشي كان طبطبة، عرفت؟ تعورني. زين الفيرست ستيب داز تنزيل، بعدين هذا الفوريفر من فوريفر ميك اب كونسيلر. استخدمها الميديوم، هذا تحت العين نغطيو هاد الدارك سيركس. اوه حميد هالعين. اوكي ويا هاي تقدر تدخل احرقت. شو بعد؟ شكلي شكلي يا الله. الحين بيحط لي الاي شادو. انا
الشيء بيطلع لبس الباسكت والبسط. بنات الصراحة أول مرة أشوف آي شادو تحت العيون، الله يستر كيف شكلي. الحين الآي لاينر هالقلم اوكي قلم جو اهيد. هنا غادي يستعمل هاي من هيك التو، شوفوا اش من لون غايدي الله يستر. بس 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 هني بعد الاي شادو تعرفوا البنات إذا واحدة فيكم حبت اللون ولا لا. وي 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 عيني دمعت. بنات بصراحة قولوا رأيكم في هذا الميك اب، أنا كنحس براسي شي مجبدة. أنا مع المسخرة. المسخرة أي أوكي مسخرة آخر شيء. الحين الهايلايت، بس الهايلايت سويت بعطيك شو اسمه استخدمت لا هاي
كل شيء بعدين نحط الهايلايتر. نعم يا ماما. البالت هاي فهو بيختار واحد من الالوان هاي الحلوه. شوف اللون اللي بيركب على الاي شادو. الله يعلم هالاي شادو كيف شكلها. فبنت هذا الميك اب توتوريال لليوم خلينا نشوف الصدمة. ويلي 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 بنت رايكم في الميك اب الميك اب توتوريال لليوم صراحة شكرا حميد مشكور ما قصرت صراحة شكلي سيدة متعقدة. فنشوفكم بنات في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا بزاف على تتابعكم وعلى الكومنتس الزوين اللي كتخليو لي على كل فيديو. ونتسنى منكم تفاعل على قناتي وشكرا بزاف.